طيب احنا كمان معانا دلوقتي الحقيقه تقرير صورناه، حبينا ان احنا نعرض لكل الساده المشاهدين اكتر عن رواد القصه القصيره في العالم كله. تعالوا نشوفوا مع بعض ونرجع تمام. نكمل كلامنا مع حضرتك. تمام نشوف. اتفضل. لون ادبي يشغل مكانه مهمه ومتميزه في محراب الادب. إنها القصة القصيرة التي تأخذ عشاقها بأحداثها المكثفة إلى عالم من السحر ممزوج بين الواقع والخيال. أبدع عدد من الكتاب والأدباء المصريين في فن القصة القصيرة واستحقوا أن يتوجوا ملوكاً على عرشها. من أبرز هؤلاء الرواد الأديب محمود تيمور، أحد الرواد الأوائل لفن القصة، نشر مجموعته القصصية الأولى الشيخ جمعة عام 1925، ولقب بشيخ القصة القصيرة وعميد القصة المصرية. كذلك الأديب الكبير يحيى حقي الذي يعد أبو القصة القصيرة، ومن إسهاماته القصصية دماء وطين، وهي مجموعة قصصية تحتوي على 6 قصص، أهمها قصة البوسطجي التي تحولت لفيلم من بطولة شكري سرحان وصلاح منصور ومن إخراج حسين كمال. ولا يمكن أن يغفل تاريخ القصة القصيرة الكاتب والأديب الكبير يوسف إدريس، فهو من أكبر كتاب القصة القصيرة ولقب بتشيكوف مصر. في عام 1954 نشر أول مجموعاته القصصية أرخص ليالي، ووضع من خلالها البداية الفعلية للواقعية المصرية. وتظل القصة القصيرة ميداناً مفتوحاً ينضم إليه في كل عصر فارس جديد من فرسان الكتابة.